نستقبل الشيف أسماء نشوف شنو اللي عملت في الكوجينة وبعد نرجعوا نستقبلوا بقية ضيوفنا. عايشك ندي ورجعنا لكم ورجعنا لل بعد ما عملنا هو حاجتين يضحكوا انهم يكونوا موجودين فرد نهار، تشيز كيك وملثوث، معناها حاجه عربي 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 من عمق المطبخ التونسي وحاجه ما عندهاش حتى علاقه وما تشبه في حتى شيء للملثوث. انا ما تقولوش باش ناكلوا مزوز فرد نهار الملثوث والتشيز كيك خاطر ثقيله، التشيز كيك الدغيساج نتاعها يكون كان غدوه، طون بعد باش نرجع نحكي لكم على التكنيك علاش باش نخليوها الغدوه وكيفاش باش تكمل. تو خليونا في العربي وخليونا في الملثوث، الملثوث يظهر لي مش المناطق الكل ومش الجهات الكل من تونس طيبوا، انا باش نطيبوا على طريقتي وكيما منطقتي، اما الطريقه لازم باش نحط هكا كيلكو تكنيك على غالب يلزمني ندخلهم في وسط البلا باش نحس روحي انا طيبته مش غيري، واللي مستانس طيب به كيما هو يحب وينجح فيه يعطيه الف صحه وتسلم الايادي، وبالعكس انا ناكله بنين من ايادي اخرى، تحيه الكوثر اللي ديما طيبوا لي بنين على الاخر، اللي نحبه ما نعرفش من الاطباق، اللي نحب شكون يطيبه لي ونمشي انا ناكله من عنده. حاضر، على هذاك اليوم باش نوريكم المراحل نتاعو به الملفوف. اليوم باش نعملو بالحوت، مشيت المركز التجاري لقيت انواع نتاع حوت بالحق صدقا صدقا ماهيش غاليه. اش معناها؟ مش تشري كيلو زوز كيلو، مي كي تخلط تبسي كيما هذايا حافظه الاسامي هكا شدتهم في راسي. خذيت المنكوس هذوما 5 كعبات منكوس وكعبتين مرجان وخذيت كعبتين شلبه. هذوما المنكوس طلعوا ب 3200 لا اقل ب 2200 وهذوما لا العكس سامحوني هذوما 1800 وهذوما كعبتين الحمريه طلعوا 2200 وكعبتين الشلبه طلعوا في 3000 وحاجه. معناها 3000 و2000 و1800 هذايا التبسي نتاع الحوت المخلط. هذايا نجمو نعملو به كسكسي بالحوت، نجمو نعملو به مقرونه، نجمو خاصة كسكسي بالحوت مخلط هكا وفيه المرجان وفيه المنكوس يجي بنين برشا. هذايا الحوت اللي كي نراوه نقول خاطر باش نعمل به هذايا صغير ولا راجل جاب لي حوت صغير ما عرفش باش نعمل به، راهو طيبش حوت بالمنان. يلزمك تحط كعبات، يلزمك نحكي على روحي نحط كعبات حوت صغير ونين، راهو من غير الحوتات الصغير ونين سبحان الله ربي سبحانه حط السر نتاعو في اضعف خلقه في الحوته الصغيره باش تكمن البنه. بيان سور مش نحكي على الصبارس اللي هو مش موجود ديما، هو يا حبذا يكون صبارس مش موجود الصبارس نتعداو الحوتات اخرين مخلطين. ديما نحبوا كي نشريو الحوت كي نلقاوه هذايا صغير خذ زوز منه خذ ثلاثه منه خذ اربعه منه اكل خليط هذاك يجيكم به مرقب بنينه على الاخر. هذوما الحوتات اللي باش نستحقوهم. بيان سور القارس نقول لكم انا علاش القارس هذه قصدته هكا لوندالات جويدين، زوز قرون فلفل شايح، عندنا راس ثوم كامل، حاجتين انا يا راس على اثنين يا راس كامل، مستحيل نستغنى على راس الثوم، عندي ثلاثه روس بصله هنا كاملين مانيش باش نقصهم، وباش نستحقوا الهريسه عربي، هنا راهو الهريسه العربي مش فيها التابل والكرويه، هذه هريسه عربي مخصوص للماكله، مرحيه هريسه وثوم، اكاو فلفل وثوم، وعندنا هنا ثوم مرحي عندي برسك اقل من راس على خاطر عندي راس الاخر باش نحطو، ومغرفتين طماطم معجونه، عندي قرون فلفل بيان سور باش يتقلاو، وعندي لهنا القراعه، هنا يمكن راكم باهتين شويه في القشره، انا القراعة الاحمر نطيبو بقشرته، نحبو يجي مرتوب، ونحب الكعبه تجي مستويه كيما نحطها كانها ما طابتش، ما نحبوش اكل يبدا مهمش هكا. نحس منظر الماكله ما نعرفش يتنحى الشارم نتاعها، وهذايا الملثوث. الملثوث برشا عائلات فيه البوغمه اللي هو المخضور، فيه ما نحبش ندخلكم هكا في اسامي شويه، فما البوغمه، البوغمه هذايا ميتي باش يتنفخ ويقعد اسمه على جسمه يتغم هكا في الماء، خاطر هو ديجا مفور قبل وهو اسمه مخضور في الاباز، نعملوا منه شربه ونعملوا منه الملثوث. انا هوني صدقا معناه موش ملثوث ديالي، هذايا نتاع باكو ما لقيتش ديالي جيد شويه، انا تمنيت انه يكون خشن شويه، هذايا جيد. اول حاجه نعملها شنيا باش نصب عليه الماء وباش نخليه لطوني باش نقلي المرقه نتاعي، باش نصب عليه الماء هكا نبدا نصب في الاجناب وباش نخليه يتنفخ، يزم الماء في النيفو نتاعو بالضبط هكا. بالعاني اخترت معون ترونسبارون باش تروه، باش نعملو هكا وباش نخليه يتنفخ شويه من بعد كان حاسي لو طنقكم باش تعملوا خليه تو يتنفخ على شيره، اذا كانوا دياري نتاع دار ماذا بيكم يتنفخ اكثر وقت قبل حتى بنص ساعه من انك بديت طيب. باهي هوني حطيت الزيت يسخن، هنا عندي ابوبري كيس نتاع الزيت، كيس بيان سور كيس تاي نحكيها مش كيس كبير. اول حاجه شنو اللي باش نعمل كي العاده ولا تقطع العاده باش نقلي قرون الفلفل، ما تروش برشا راهو الفلفل. باهي بيان سور باش نعمله هكا باش ما يترشقش علينا، واليوم سبقتكم سخنت الزيت خاطر في العاده
هذول حشمني، قلت سخنت الزيت يخطلع ما سخنش الزيت. ماذا بكم دوما بالدار يكون اسخن مني انا. وباش نرمي فيه قرون الفلفل باش نخليهم هما يتقلاو الاولانيين. انا في النجم زادا اذا كان عندي قرون فلفل حارين ان نشقه على اثنين ونقليه وهو مشق مشقوق مع البصل والثوم ونخليه ما نحيهش. انا هوني لا حشي بهم بعد الزيده باش نقليه وباش نحيه، من بعد باش نمشي للبقيه المراحل. شنو باش نعمل؟ باش نحي راس الثوم وباش نحي البصل، هذوما اللي باش يتحطوا كلهم مع بعضهم، هذوما باش نخلي مع العشيره. والحوت نتاعي ديما قبل ما نبداو نطيبو، انا بالعاني ما حبيتش نفوتكم، اما انتوما اول ما تقشروا الحوت اي نوع نتاع حوت اول ما يتقشر تملحوه، ترجعوا له هو وين هو كان في بلاصه مالحه، ترجعوا له الملح نتاعو بيان سور، مش باش ترجعوه شاب يزم ملح اللي انتوما تحطوه في مخاخكم تكبتيه وقداش حطيتو باش من بعد تنحيوها من الماكله اللي باش تطيبوها. باش نحط الملح ديما اول حاجه نعملوها هو نملحوا الحوت نتاعنا. انا هوني وخرت بالعاني باش نوريكم، انتوما في الدار تملحوه ديكو تقشروا الحوت نتاعكم. وباش نخليهم على القارص نتاعو هذايا هكايا، باهي نعطيكم نصيحه كي باش تقليو الحوت والا باش تعملوه مشوي والا باش تطيبوه والا توا كل مره نتعرضوا لشكل من اشكال الحوت وطريقه الطهي نتاعو، ديما ديما تعصروا عليه القرص. شوفوا ساعات تدخلوا الدار تبداو تشموا في ريحه الحوت، هي ريحه الحوت بنينه كي تتقلى اما قويه، وفما ريحه مش قوه، فما زفره، فما زفره اللي تبقى بالجمعه اللي يدخل الدار يشم ريحه الحوت. هذيك ماهيش ما تدلش حتى على انه الحوت طاب بالكدا ولا طاب في شكله الصحيح. على هذاك ديما عصره القارص فوق الحوت. كي باش تقليوه تحطوا النص نص كعبه قارص في القلايه، باش تشويوه تحطوا نص قارصه في القلايه، باش تطيبوه بيان سور مش نص قارصه في الياسر، باش نحطوا رونديرات هكا زوز ثلاثه جيدين يطيبوا معاه، تتنحى جمله واحده الزفره نتاع الحوت، تحس روحك تدخل للكوجينه طيبه فيها الحوت، فما ريحه بنينه مش ريحه مزفره، فما فرق بعيد. مش تبدا تشم تقول اه لا ما فطورنا حوت، لا فطورنا حوت يلزم ريحه الحوت البنينه، اما مش زفره تحسها تشبعك قبل ما تبدا تاكل. القارص راهو مهم جدا، ما عنديش قارص ما نطيبش حاجه بالحوت. هكا كعبه هكا نص، المهم القارص راهو اساسي في تطيب الحوت وهو مكون عندي انا كيف وجوده كيف وجود الحوت. باهي باش نجبد البانس باش نقلب الفلفل، ظلمت الزيت طلع صاي سخن، نقلب الشيره الاخرى. ما ياخذش برشا وقت المرحله نتاعنا، المرحله هذه الاولى هي اللي باش تاخذ شويه وقت، ومن بعد نقلي ونتعدى نعمل الخير. للحوت المشوي زاد ديما تسالوني تقولوا لي يا اخي كيفاش باش تجيني الكعبه مرتوبه، باش تجيني الحوته كيما هي؟ كيف كيف باش نحضر حوتين، وباش نعاود لكم الشرموله نتاع العيد اللي طلبتها برشا واللي المره اللي فاتت ما كملتهاش، وباش نحاول نشوي قدامكم حوتات وكيفاش نخليه ونحافظوا على المنظر نتاعهم. نحيو الفلفل بدا يعمل في ال هاو، خليه هنا الشيرة. شنو عندي توا؟ باش نحط البصل، الفلفل هذايا باش نقسمو هكا باش يخرج لي فلفل شايح، وبيان سور راهو ما يكش الحار ما يحطوش في راس البصل هذايا بيان سور مغسول مليح، وباش نرميه حتى هو. فما حاجة باش تستغربوا فيها توا اللي أنا باش نحط الفلفل الأحمر قبل ما باش نحط الطماطم، ساعة الكركم ديريكت في الزيت، شويه فلفل اكحل وشويه ملح مش برشا خاطر دابا الحوت فيه، وباش نحط الفلفل الاحمر مغرفه من غير تابل وكرويه، ما فيهش التابل والكرويه. هذه التقليه الاولى، وباش نحط معاهم الثوم. هذايا مازال ما حطيتش طماطم معجونه، حشتي باللون هذايا، شوفوا راس البصل محلى لونه ولا، والثوم كيف كيف. هذايا من بعد نضمنوا انه اللون نتاع الملثوث نتاعنا يجي مزيان على الاخر، يجي بين صفوريه وبين حموريه، ما يكونش احمر برشا خاطر مانيش باش نخلطوه باش يتسقى، باش يتصب عليه سقا وباش نخليه لين يشرب. على هذاك ما نحبوش الوجه نتاعو يكون مطمطم برشا، وكيف كيف ما نحبوش يكون بارد. توا باش نحط مغرفتين طماطم معجونه، هنا عندي رطل ملثوثة ومغرفه هريسه عربي، نقلي شويه الطماطم
فما ريحه ياسر بنينه بتاع الفلفل والبصل والثوم مع بعضهم هكا. وتوا عكس الماكله الاخرى، الماكله الاخرى انا ديما نقول لكم تمرقوا بالماء سخون، كي طيبوا بالحوت مش طيبوا مرقه بالحوت تمرقوا بالماء البارد، العكس تنقول لكم علاش. توا باش نحط القرع قبل ما نمرق، نحبه حتى هو يخوى كل لون. انا هنا راني نحكي على انا كيفاش نحب نطيب الملفوفه، انتم اطيبوه كيما تحبوا، ما انا نحب نمر بالمراحل هذوما خاطر نعرف شنو اللي باش يعطيوني من بعد، باش يعطيوني النتيجه اللي انا قاعده نحبها. باش نخليه شويه يتقلى القرع حتى هو مش يتقلى، انا حبته يخو اكل لون المزيان حتى هو. وتوا باش نمرق بالبارد ماهوش بالسخون، باش نجي على جنب بيان سور ونمرق. في مرحله اولى مانيش باش نكثر الماء، باش نخلي هذا ياخو غلوه، نغطيه نحط الملفوف يفور، من بعد باش نقول لكم علاش بالماء البارد. شوفوها لون المرقه كيف كيف جايه بين احمر بين شويه اصفوريه، وك الزيت هذاك الملفوق يبدا لونه مزيان ويبقى لين يطيب الملفوف لين يطيب المرقه وهو اللون هكاك. نغطيه هذايا شويه ونرجع للملفوف نتاعي نوريه لكم وين وصل. هذايا بعد ما نفخته صايي مشى الماء، كيما قلت لك علاش حطيت لكم انا في معون هكا شفاف باش تراو. شفتوا ما عادش عندي الماء صايي هكا هاو هنا يشرب، نجمو حتى نخليه يزيد يشرب شوية، أما هذايا راهو جويد ما يستحقش أكثر وقت باش يشرب. إذا كان نلقاو مازال فيه ماء نزيدو نخليه يشرب شوية، هوني نحطو شوية ملح، مانيش باش نحط كركم خاطر حطيت بالكدا في وسط الطنجرة في وسط المرقة، باش نحط نكيتة زيت. فما اللي ما يحطش الزيت، أنا نحب نحط نكتة زيت، نحب محبب، نحب كل كعبة وحدها، ممسي ملفوف هكا، واش نحطوه يفور، ما يتفورش لا تفويرتين لا حتى شيء، تفويرة واحدة ويكون طاب. وإذا كان تعرفوه خشين مثلا وباش ياخذلكم برشا وقت، عينكم ميزانكم، تنجموا تفوروا. تفويرتين ما يقلقش، كيما تراو هنا ما يكونش عندي ماء. صايي نعرف اللي هو الملفوف نتاعي شربته، باش نمشي نصبه في الكسكيس. حطيت الماء يغلي انا من بكري، جا هكا فيه الطباخ وباش نصب الملفوف. حتى اللي مش من منطقتهم ما يطيبوهش وما مش مستنسين، تحاولوا تجربوه وتعاونوا هكا بيه، تنحيوا احد من لحدات الكسكسي وتحاولوا انكم تعملوا الملفوف. منفعته كبيره وخفيف على المعده، وخاصه بالحوت يجي زاده بالراس، حتى بالراس بنين برشا. وباش نخليه الملفوف الوحيد اللي نجمو نغطيوه عكس العجين الاخرين، نغطيه. وتوا باش نرمي الحوت نتاعنا ونكونوا مرقتنا صايي كملت. باهي قبل ما نرمي الحوت باش نزيد نمرق خاطر شويه الماء هذايا، باش نصب هنا على شيره ماء بارد. الماء بارد علاش؟ خاطر كي باش نصب ماء يغلي والمرقه تولي تغلي، كي نرمي الحوته ما تجيش شبابه، باش تلقى الماء يغلي برشا، باش يتبدل منظرها وباش تنحى الشوك نتاعها، والراس باش يتقلب هكا وجهه، وهذايا باش يشنفر حاسيلو. يلزم المرقه كي نصبوا فيها الحوت يكون المرقه نتاعنا ما تغليش جمله كيما البلاصه هذايا. نمشيو لندى نرمي انا الحوت نتاعي ونرجع ان شاء الله من بعد مع بقيه الوصفه نتاعنا. شكرا لك، يعطيك الصحة أسماء، خذينا برشا نصايح اليوم، خاصة أن نصيحة القارص عجبتني برشا اليوم، فما حوت فما قارص، خاطر بحق الزفرة ما تعجبناش. شدوا عليها رقتكم باش نوريكم كيفاش تشويوا الحوتة معناتها كي تبدا كاملة، وباش تكمل لكم الشرمولة هاكا مشيش بعد ترخبيكم ولا حاجة. دونك هاكا أنا نحطها في المسؤولية في المباشر. باهي باش نحكيو على الموسيقى، ونعرفوا ما أحوجنا الموسيقى، توحشناها برشا، توحشنا مهرجاناتنا التونسية. التونسي سنة تقريبا ما فماش برشا خاطر نعرفوا الوضع نتاع الكورونا، ونعرفوا اللي احنا قاعدين ربما في حاله وقايه من الوباء هذايا، هذاك علاش ضحينا شويه في الجانب الترفيهي، لكن نجموا نعملوا حاجات ترفع على التونسي، مش بصفه كبيره، مش انه يكون فما برشا ايفكتيف كبير، لكن تكون موجوده وهكايا ربما نعيشوا نبذه من الاجواء نتاعنا العاديه حتى نرجعوا للنسق العادي. يحضر بحذانا الفنان عز الدين الباجي كالعاده، العالم الموسيقى هو العالم نتاعو، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
يعيشك هنداء ومرحبا بكل مشاهدين القناة الوطنية. الله يخليك، اليوم تحضر بحذانا بصفتك المدير الفني لموسم الموسيقى والأغنية التونسية. غيرتك على الموسيقى ما تبدلتش، يظهر لي منذ سنوات نعرفك مناضل في المجال هذايا. هو بالطبيعة احنا انا ديما عندي رؤية للبلاد هذية، معناها للثقافة الوطنية، والموسيقى والاغنيه التونسيه هي عماد هذا هذه الرؤيه، معناها انه المسرح التونسي، السينما التونسيه، الموسيقى التونسيه، كل ما هو تونسي نابع من عندي انا هذا ندافع عليه بالطبيعه، نعتبره معناها ركيزه من ركائز الثقافه الوطنيه. به هات نحكيو شوي على موسم الموسيقى والاغنيه التونسيه، نحطوا العنوان هذايا في اطار، ومن بعد نحكيو على مهرجان الاغنيه التونسيه اللي انت جيتنا اليوم بغيره كبيره عليه. طبعا موسم الموسيقى والاغنيه التونسيه هو منصب انطلق سنه 2018، الغايه نتاعو معناها تنشيط الذاكره الجماعيه في هذا المخزون الموسيقي الكبير اللي تتمتع به تونس، معناها اجيال عديده خدمت هذا القطاع واعطت كثيرا معناها لهذا الميدان. كما نقولوا احنا في من فتره الخمسينات واتجاه، معناها ولات ثم عندنا اذاعه وطنيه وعندنا تلفزه وعندنا واحد، معناها تعدت الانتاجات وتعدت العمل والناس ثنت الركبه، ولقينا الهادي الجويني وعلي الرياحي وصالحه وخميس ترنان وتوفيق النصر وكمال رؤوف ومحمد احمد واحمد حمزه واسماء عديده وعديده جدا. ربما الجيل هذا الموجود حاليا لا 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 ما عندوش اطلاع عليها، معناها قلنا لما لا انه يكون موسم الموسيقى من اهدافه تنشيط الذاكره الجماعيه هذه وتقديم هذا المخزون الموسيقي معناها في اطار انيق. الطريقه كيفاش تقديم هذا المخزون؟ احنا مشينا في سلسله عروض داخل الجهات وفي العاصمه، نقدموا فيها لي ريبرتوار هذوما الكل، معناها نقدموا فيهم اعمال الخالده على طريق فنانين جدد والا بالطريقه نتاعها العاديه، اصوات شبابيه، اصوات شبان معناها جدد، وتكريم الاحياء من الموجودين معناها كيما عز الدين يدير، كيما توفيق الناصر، كيما كمال رؤوف، كيما محسن رايس، سيده نعمه، هذوما كانوا موجودين هما في معناها قدمناهم للجمهور في معناها بعض الاعمال نتاعهم، معناها وكان عمل معناها حقيقه مثلج الصدر، والناس هذوما حتى هما حسوا بالاعتبار نتاعهم وحسوا انه البلاد هذه ما تنساش مبدعيها وما تنساش الفنانين نتاعها اللي قدموا للاغنيه التونسيه الكثير والكثير، والخزينه نتاع الاذاعه والتلفزه تشهد بذلك. صحيح، لليوم احنا نمروهم والناس يحبوهم. لا، ولقينا انه التجاوب نتاع الجمهور بيدو، معناها طلع الجمهور متعطش لهذه النوعيه من الاغاني اللي للاسف معناها في الفترات الاخيره هذوما وانت اعلاميه تتابع وتواكب انه صحيح بعدنا على زينا، معناها على 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 الروح نتاعنا الاصيله، على روحنا، على اصالتنا، على هيئتنا، على تراثنا، على ثقافتنا الخاصه بينا، على لهجتنا التونسي. التونسي باش بعديد الاشياء، التونسي بالكسكسي بالعصبين وبالجزئيات التونسيه، يعني فهمتي بلهجتنا بكلمه برشا وبكلمه هذا التونسي، معناها انه نوصلوا في مرحله نلقاو رواحنا معناها في الاغنيه نتاعنا غرباء معناها كريمه، معناها هذا اللي صار معناها فهمتني. قلنا لا، وقف التامل وارجاع الامر الى اصله الى نسب. هل انت مع انه تنجيو الموضوع المهرجان الاغنيه التونسيه، لكن ثقافتك الموسيقيه تخليني ربما ناخذ معاك في مواضيع مهمه. حبيت نعرف هل انك مع الموجه الشبابيه اللي قاعده تاخذ في الاغاني هذه القديمه وقاعده تطور فيها بطريقتها وتدخل عليها الجاز والساكسفون وتدخل عليها الات حديثه، ام انك قعدت في عشقك للاغنيه التونسيه بالصفه نتاعها التقليديه؟ شوف انا بو اي ولادي شبان، معناها ربي يفضلهم لك ان شاء الله، يفضلك لهم ديجون بالعكس. معناها انا مانيش ضد انه شبابنا ينهل من تراثنا، لكن ما ينجمش يكون هذاك المنتهى معناها نتاع الموضوع. صحيح انك انت تخلت في التراث هذايا الموسيقي وحبيت تقدمه بشكل جديد، بالعكس
حاجه محبذة نحبوا احنا هذي دون تشويه بالطبيعه يعني ما لازمكش تشوه هذا هو لوفر معناها خاطرتي ماكش اذكى من علي الرياضي تشببها اكثر ربما تعطيها نفس شبابي جديد ايه؟ معناها خفيف طريقه التقديم نتاعها تكون حلوه اما تكون مزيانه وما نقدمش بها على تراث قديم ليك بالعكس معناها هذا حاجه باهيه معناها احنا نقولوا حشاك الطش ولا العمى فهمتني عاد خير مني بلاش معناها بيان سور فهمني ولذلك مانيش ضد مانيش ضد لكن باقي انا نحب الاصول باقي نحبك الرونق باقي النكهه القديمه اللهجه نتاعي اكل الخامه نتاع الموسيقى هذه اكل الفيانه نتاع الموسيقى كل عصر وعصر احنا الموسيقى هي شوف الاغنيه اختي نداء تتطور بطبعها معناها صحيح. كيف نشوفوا احنا الريبرتوار الطويل هذايا نتاع الموسيقى في تونس معناها اغاني الستينات مش هي اغاني السبعينات صحيح. مش هي اغاني الثمانينات مش هي التسعينات وهكذا دواليك لان يعني الاغنيه تحتضن نفسها في اطارها في محيطها في فضائها السمعي في التطور التكنولوجي في معناها هناك عده عوامل دخلت في هذا العصر على الموسيقى وعلى الفضاء السمعي اعطت ابعاد اخرى وافاق اخرى احنا ربما لم نحسن استغلال ذلك معناها انه مشينا في تغريب اكثر معناها الاغنيه وعطاها اشكال غريبه علينا احنا شويه أي. لكن كان بالامكان انه نجم نكونوا احنا بيدنا بهذه الأدوات الجديدة بهذه الأدوات الجديدة تنفعنا وما تضرناش به مهرجان الأغنية التونسية المهرجان اللي عريق المهرجان اللي برشا فنانين يستناوه المهرجان اللي يورينا الأصوات نتاعنا التونسية المزيانة 24 أفريل كالموعد لمهرجان الأغنية التونسية لكن ربما الوضع الاستثنائي حال دون ذلك اليوم انتم نوعا ما في اغتراب وغربة ما فماش فما رؤية ضبابية ما كمش فاهمين الربريك هذه باش ترجع ما هيش باش ترجع ما يصيرش هيك نحكيو على برمجة مهرجان الأغنية التونسية هو كما قلت لك معناها موسم موسيقى تونسية تفرع إلى عدة أجزاء في عدة فقرات أيوة والدفاع على عودة مهرجان الأغنية مش جديد متاعي أنا عندي 5 سنوات وأنا في جرتو لين رجعناه والحمد لله يعني كيف ما فترة نضالية أي علاش حسب رأيك تم التخلي عليه هل أنه كان حاجة سلبية إلى درجة أنه يقع معناتها إقصاء مهرجان بهذه القيمة هو الموضوع طويل أختي ندى معناها لما شرحناها احنا شرحنا بعض الجوانب نتاعو ممكن في الفقرة هذه الضيقة ما نجموش نأتيو على هو المهرجان ظاهرة صحية للأغنية في تونس صحيح وكان معناها سبب لظهور عديد الأسماء الفنية من مطربين من شعراء من ملحنين من عازفين كان سبب كبير لظهور عدة أسماء فنية اللي توا هي تأثر في المشهد الموسيقي في تونس واللي ولت عندها أسماء كبيرة فهمتني عندها صيت لدى الجمهور وعندها أغاني تحفظها كما شكري بوزيان كما محمد جبالي الكبير لطفي بوشناق الشدي الحاجي معناها باش يسامحوني مش ما نسموني رحمدي الله يرحمها عليا بالعيد سونيا مبارك معناها عديد الاسماء اللي انا يعذروني ما نسميهمش كلكم نحبكم وكلكم محليكم فهمني جات فتره من الفترات انه المهرجان هذا حاد على طريقه الصحيح ايوا بتداخل عدة أطراف جديدة فيه وفقد المصداقية متاع لجان التحكيم متاعه وفقد المصداقية متاع جوائز متاعه أنه كيف جاء التفكير معناها في إعادة صياغة المهرجان هذية ما مشيناش للمشكل معناها ما مشيناش شنو المشاكل اللي أجبرتنا لوقفة التأمل تلك وقلنا هاي فسخ وتعدل واحد آخر تعدل حاجة أخرى أيوة. تعدل حاجة أخرى لقيناها ما تشبهناش هي أيام قرطاج الموسيقية معناها خاصة بعد الثورة كيف رجعت أيام قرطاج الموسيقية كانت غريبة غرابة ساكني في بيتي خاتيتنا ما هيش أحنا أنا شوف أنا قلت في تصريح قبل أنا لست ضد الأنماط الموسيقية المتعددة والألوان الموسيقية لكن هذه تبقى تجارب موسيقية أنه نعمل تجارب موسيقية نعملها إطار أيام قرطاج الموسيقية بذلك تلك الرؤية الكبيرة وكل المصروف الكبير واحد لا احنا قلنا علاش ما تكونش هذية معناها يقعد أيام قرطاج الموسيقية لكن يقعد مثلا أغنية تونسية ما مشاوش في الفكرة هذية قلنا ما لنضال إلى حين عودة مهرجان الأغنية ولذلك معناها جاء في موسم الموسيقى التونسية كان من أهدافه حتى في المقدمة اللي عملناها في تقديم الموسم أنه في نهاية المطاف سيكون مهرجان الأغنية موجود بإذن الله وفعلا معناها
قرر انشاؤه. كيف ما استجابه من الوزاره؟ بعد جهد كبير معناها، بعد مناقشات طويله وبعد جلسات في الوزاره ومع المسؤولين ومع عملنا استشاره موسعه كذلك معناها مع الاطراف الكل، فهمني، ووصلنا للنتيجه والحمد لله انه جاء مهرجان الاغنيه في اطار موسم الموسيقى، معناها فقره من فقراته كنا باش نفتتحوا بها الموسم السنة، معناها موسم موسيقى السنة نهار 24 افريل كما كنت سيادتك تحكي. جت الكورونا اللي هي عامل فوق طاقة الناس الكل، وقف كل شيء. المهرجان هذايا معناها خلق حركية كبيرة في الوسط معناها الفني، معناها الناس كل خدمة حضرت لي ماكيت نتاعها، استوديوهات خدمت، الموسيقيين خدموا، الناس كل كانت عندها انرجي كبيرة برشا انها ترجع المهرجان. واحنا زادة معناها عطينا رؤية للأغنية اللي حشتنا بها، وقلنا انه التلحين حر، معناها القوالب الموسيقية كل جايز استعمالها، لكن انه تعطينا ايقاعاتنا التونسية على الاقل، هذيك معناها الدالة على هويتنا ساق بين كل شيء، ومحافظة على الإيقاعات هذه الثرية اللي في تونس اللي ما ترقلهاش برشا. فعلا كان معناها تتقدمونا تقريبا أكثر من 100 عمل مشارك، مازلنا ما عملناش لجنة الفرز خاطر نهار 17 مارس احنا توقفنا على العمل بقرار الحكومة، معناها انه التباعد الاجتماعي اللي وقع واحد قاعد تو الامور معلقه، فهمتني، ما سئل علينا حتى حد لتو ولا محاله معناها. ثم مهرجانات اخرى رجعت فيها الروح ورجع فيها النفس، والا هذايا وضع معناتها عام، خاطر اذا كان يكون وضع عام على الناس الكل وقتها السؤال ما يكونش مطروح بصفه كبيره، لكن اذا انتم بالذات يولي السؤال مطروح. هو ثم حاجه معناها لاحظتها انا، انه ثم ناس اطراف تحارب فينا معناها بطريقه غير مباشره، يعني فهمت، وكانه مش عاجبهم انه يرجع المهرجان هذايا، ولا رغم اللي هو معناها ساري مفعول، ما فماش بلاغ يفيد بالغاءه او تاجيله، ما فما شيء الى حد الان، احنا قاعدين نخدموا عادي. قاعدين نخدموا عادي. لكن ثم ايادي خفيه قاعده تضرب في المهرجان هذايا، وقاعده معناها مش قاعده تشوف الخطوره نتاع الوضع، نتاع ناس معناها صرفت فلوس وناس دفعت مساهماتها، خاطر احنا كل ملف عنده مساهمة ب 100 دينار في الاشتراك في المهرجان هذايا، مصبوبين في مؤسسة مسرح الأوبرا في اللي هي مشرفة على العملية هذه. أيوة. أنا ما عادش أنا وزارة تجي تاخذ فلوس معناتها عند ناس في مشاركة، ولا تقول لهم باش نلغي المهرجان، مش معقول، معناها ثم حاجات مش معقولة، وكذلك معناها ما تكبده هؤلاء من مصاريف، معناها أقل واحد ما كتب ب 600 و 700 دينار تو. يعني حرام أنه يجي بعد ما قالوا لهم باش تخدموا، معناتها هذايا تناقض كبير برشا، معناتها فماش علاش، إذا كان وافقنا على المبدأ كان أنا مستهدف، مش مشكل، معناها كان أنا شخصيا أنا المستهدف. فما فنانين قاعدين يخدموا، هذه الرؤية الأشمل اللي لازمنا نشوفوها. يعني احنا نكلموا على المصلحة الوطنية ساعتها، والمصلحة نتاع القطاع الموسيقي في تونس، ومصلحة الإنتاج الجديد اللي يلزم يكون موجود في يزينا من متلكليك القديم، وعاود كما قلت انت التراث، وعاود درشنو، لا وين غنايتنا، وين احنا، وين في المشهد العربي ساعة ككل، ولما لا في المشهد اللي ابعد من المشهد والطاقات العربي. والطاقات موجوده سي عزدي، لو كان يعني معناتها كانت الطاقات مش موجوده ربما كنا نقبل، يعني معناها بعض الاعمال هكا سمعتها انا معناها بالسرقه خفيه معناها حاجات جميله برشا، معناها فيها رؤيه وفيها افكار جديده وفيها نفس جديد للاغنيه التونسيه. حرام انه بعد المجهود هذا الكبير وبعد الماراثون اللي عملته انا والمجهود اللي عملته كبير، انا معناها مش نتكلم على روحي، معناها هذا واجبي انا راه تجاه بلادي ساعمل كل شيء، معناها انا عملت جوله في تقريبا 16 ولايه قبل الكوفيد. اختيار الانتاجات ابار اختيار والاتصال المباشر بالمبدعين في الجهات الداخليه والحديث معاهم والتشاور معاهم، واعطونا افكارهم واعطونا رؤيتهم، وهذا كله لخصناه في الدوره الاولى للمهرجان هذا بعد عاودته بعد 11 سنه تقريبا من النقطة. كانت بشرة جيدة، وبالحق فيها ياسين الزناقي الملحن الصباح شفتوا مهبط يعني ستاتيو، فرحان برشا بمهرجان الأغنية التونسية، إن شاء الله يتحقق لك الحلم نتاعك. كلهم هما فنانين الكل فرحانين. معناها حاسين بنوع من الإحباط، وهذا مش حلو معناها، يعني أنا نعتبر أنه يولي في احتقار للقطاع هذايا، معناها
للفئة هذه، احتقار للقطاع واحتقار للناس اللي خدمت زادة. مش معقول اليوم معناتها يوصل الاستهتار ان نستهتروا بالفلوس. تجي تصفي في حساباتك مع فلان ولا فلتان مش مدخلني انا، ما عنديش دخل، انا انسان فنان قبل كل شيء، وانسان الناس تشهد بالعمل نتاعي بكفاءتي طبعا والحمد لله، ومانيش طالب حد شيء، انا ما حاجتي بشيء، انا حاجتي يرجع المهرجان هذايا ويرجعوا الفنانين هذوما يخدموا ويلقاو ما حتى معناها مصدر رزق ومصدر قوت نتاعهم. معناها حرام انه نجيو احنا برؤيه ما نعرفش شنو، ما عندها حتى علاقه بالفن والموسيقى في تونس، ونجيو احنا نحطوا العراقيل نكسروا مهرجان من بالقيمه هذه. نعم. ونكسروا خاطر الفنان التونسي والمجهود نتاعو. مع احترامي للجميع، وانا ما حتى السيده الوزيره ما عنديش، هي ما تصدش بيا انا حرام. نحن نتساءل ان شاء الله نلقاو اطراف خفيه استجابه للسؤال ربما بغير علم الوزيره، ما نعرفش انا خاطر الى حد الساعه هذه ما قابلتهاش انا الوزيره، ما حكيتش معاها، ما نعرفش شنو اللي في اللي رؤيتها، شنو هل هي على علم باللي قاعد يصير ولا مش على علم، ما نعرفش. انا انزهها الى حد الان، انزهها ان شاء الله من المنبر الاعلامي هذا يكون النداء نتاعك وصل ان شاء الله. السيده الوزيره تستجيب وتجاوب على التساؤلات هذه، فما ناس قاعده تستنى كما قال لك، وفما عباد خسرت فلوسها وقتها ومجهودها، وفما حلم يستناو فيه الفنان التونسي. نعاولوا عليك في مهرجان الاغنيه التونسيه انه يعود للميدان. شكرا لك سي عز الدين، يعطيك الصحه على الحضور معنا اليوم. شكرا لكم على الاستضافه، وهذه المحميه الطبيعيه مسميها انا نتاعنا. اكيد مرحبا بكم انتم اولاد الوطنيه، ونفرحوا برشا تحضروا بحضنا الوطنيه، هذوما اللي يحميو فينا قاعدين راهو تو تشرفونا كل ما فما نداء، في الانتاج الجيد وفي الموسيقى الجيده وفي الاعمال الدراميه الجيده، وفي هذا واجبها البلاصه هذه اللي انا عندي عليها معناها مربي عليها كبده، خاطر انا ولدها اساسا معناها. اكيد احنا نحبوك ومعزتك خاصه، كل ما تحب تحضر معنا مرحبا بك. شكرا ليك، يعطيك الصحه. نمشيو مع بعضنا نغم ومن بعدك نرجع، تفضلوا. يا أمي يا ملاكي، ما في عندي بحلاكي، ولا عندي بحنية صوتي، لا ما عندي بغلاكي، حنيت لا ضمت وفا لوجهك لصوتك، هدفة عمري ببعدك آه وجافة، شو مشتاق الملاكي. يا أمي يا ملاكي، ما في عندي بحلاكي، وجهك لصوتك هدفة عمري ببعدك آه وجافة، شو مشتاق الملاكي. مين يهدني برد صار بس كل قلوب، ضميني يا عطر الورد كبروا قلبي ذنوب، ضميني يهدني برد صار بس كل قلوب، ضميني يا عطر الورد كبروا قلبي ذنوب. يا أمي رجعنا لكم ورجعنا للملثوث. كما قلت لكم ياخوش برشا وقت، المرقة نتاعي طابت بخيزك ناحيه الحوت بيان سور، ما نخليوش يغلي للاخر لا، وقت اللي نحسوا حوتاتنا صايي باش يبداو منظرهم مزيان. جست نوريكم اللي الحوته ما يتبدلش منظرها وقت اللي نحطها في البارد، ما نحطوهاش في الماء اللي يغلي، نخرجوها كما هي، ما نخرجوهاش تكون حوته مهمشه، وديجا ما نخليوهاش لين تسيب الشوك نتاعهم. كما برشا يقول لك انا خاف من شربه الحوت وكسكسي الحوت، مش شوك، حاولوا انكم تعملوا اللي قلت لكم عليه اليوم، قدره ربي ما يصيرش
ما تيحش معناها من الشوك نتاعها، شوفوها الحوته كيما هي، ميم سي صغيره وماهيش كبيره، معناها كانت نقولوا كبيره تنجم تستحفظ على منظرها، ما صغيره لا نخليوها تكون مرتاحه حتى الزعانف نتاعها ما يتبدلش منظرهم، يبقاو كيما هما. هذو هنا العشيره، انا باش ناخذ الملفوف يجيني حاجه نهز بها به، حطيتو سي 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 في سفسه هنا جوست باش نوريكم انا باش نسقيه وباش نخليه يرتاح، ومن بعد انتم ترجعوا للدريساج تلقاونا ان شاء الله حاضر. شوفوه كيفاش نعرفوه طاب، نلقاوه حاضر مريقل كيما تراو فيه هكا، نستويوه على خاطر من بعد ما عادش باش نحركوه، جوست حبيت نوريكم اللقطه هذه راه ما يتخلطش، باش نستويوه هكا باش تراوه اللي هو تو باش يعوم بالمرقه ما تخافوش. راه من بعد باش يشرب به المرقه نتاعنا سي طابت، هذوما باش نحيهم به. هوني في الاخر في الاخر في الاخر باش نحطوا الكمون كي انا طفيت عليه، كي نطفي النار نحط شويه الكمون وشوفوا منظرها المرقه محلاها. انا برانسيب نخليها تركح، نخلي الزيت نتاعها يطلع لا محاله حشتي بهم بعد، ومن بعد شوفوا الخثوريه نتاع المرقه نتاعنا ماهيش عاقده وماهيش جاريه ولونها مزيان. هذاك الثوم اللي تراو فيه انا بالعاني ما نفرموش برشا، نحب وجهه يبدا هكا الملثوث شويه هريسه وشويه ثوم منكت هكا شهيك باش تاكل. انا باش نكمل العمليه هذه لين باش نخليه يتغم هكا، باش نخليه جاري شويه وهو باش يبدا يشرب. ديجا اغزروا لي انا اللي نصبه ما نلقاهش، باش نعبيه بالكدا بالكدا ونخليه يشرب في عقله لين انتم تمشيوا معاه ندى وتلقاوني انا ان شاء الله نجيو قد قد نلقى روحي هو شرب وانا زينت وترجعوا للدريساج وزدتكم معاها سلايطه تو نوريها لكم من بعد. نمشيو لندى. يعطيك الصحة، شكرا لك أسماء. إذا البلاويت نتاعنا قاعدين يحضروا بشوية بشوية، تشيز كيك قاعدة تتعزز علينا تو، مصيرها تخرج مصيرها تخرج ونشوفوها. خلينا نواصلوا في المواضيع نتاعنا. اخترنا اليوم تجربه خاصه من نوع خاص، قداش نعتزوا بالمراه التونسيه، قداش المراه التونسيه تنجم تعمل الفارق في تونس وبينها وبين اي مراه اخرى في العالم. اليوم استضفنا لكم منال البرقاوي، هي استاذه لغه انجليزيه لكن من نوع خاص، هي أستاذة لغة إنجليزية اختارت أنها تدرس اللغة الإنجليزية للصم والبكم، هذه معناتها الاختصاص هو الوحيد، هي المختصة الوحيدة في تونس في تدريس اللغة الإنجليزية للصم والبكم وأيضا في شمال إفريقيا. نتعرفوا على منال، على المسيرة نتاعها، كيفاش عملت السبيسياليتي هذه والتقنيات اللي قاعدة تستعمل فيهم. أهلا وسهلا ومرحبا بك منال، صباح خير. صباح خير ندى، أهلا بك. تحية ليك. عايشك وشكرا. يظهر لي أنا في جرتك عندي جي شهرين ولا ثلاثة شهور ولا أكثر. هكيك مقبل كورونا. أيوة الحمد لله تم الانتقال. الحمد لله نهار تتحل الحصار علينا جيت منال. مرحبا بك منال، خلينا نتعرفوا عليك. كما قلت انت استاذه لغه انجليزيه لكن من نوع خاص، مش بديت الدراسه نتاعك لانك استاذه عاديه ثم مشيت للتقنيه هذه والسبيسياليتي هذه ولا كيف؟ صحيح، انا استاذ انجليزيه، تعلمت قريت انجليزيه في جامعه 9 ابريل في تونس، في تونس. أيوة. قريت كيما الناس كل، عندي ماجستير، خذيت الماجستير نتاعي عام 2015. ايوه يعني قريت كاني نقري، الهدف نتاعي كان باش نقري لي زونتوندون عادي معناها، من بعد جاني كيما نقولوا احنا التفكير في اني انا نعمل حاجه جديده، خاطر جيت نشوف نلقى الناس كلها بروفيت دونغلي وسورتو انا كي ماني باك سيونس كي حبيت نعمل انجلي قالوا لي لا راهو بطاله معناها من الاخر راك باش تقعد بطاله وبرشا بروف دي بروف دونجلي وما فماش مستقبل في تونس، الكلام هذاك كله سمعناه معناها كيما لي جون الكل، الاحباط الكل تعديت عليه يعني شوي شوي برشا مش شوي شوي. دونك قلت خلنا محبتين بربي ديما يحبطوا فينا. صحيح والله ذوكم ما لازمناش نسمعوهم بالحق، لازمك تمن بروحك. وخممت وقتها قلت شنو الحاجه اللي تنجم انا تخليني مميزه على لي بروف دونجلي الاخرين، يعني الناس كلها تقري في لي زونتوندون، يا اخي كان لي زونتوندون هما مستحقين الانجليزيه، شكون هم الجروب؟ فما فئه مظلومه، فما فئه مظلومه تنجم تكون ماهيش توصل لهم اللغه هذه. وعندهم طاقات منال، عندهم طاقات كما اي انسان عادي. اكيد اي. الحق انا بخلاف هذايا
من صغرتي يعني عندي في الحومه شكون سوغ يعني فما في الصوم فما عندي صوم في الحومه ونراهم ويعرضوني حتى في الشارع ونقعد بيتا يا ربي كيفاش نجم نتعامل معاهم سختو كيف يجيو يسالوني سؤال ما نجمش نجاوب فهمت ما نلقاش اللغه ما نعرفش الاشارات ولا ما يستعملوها عمري صغير ما كنتش نعرف اصلا اللي هي لغه من الاول ما عنديش حتى فكره من بعد كبر بي الشيء وقعد ديما في مخي خاصة كيف نشوف الوطنية كالكاغوت صغرون اللي يبدأ يعمل في الإشارات نقول يا ربي شنية الحكاية بين لغة يحكي يفهموا فيه وإلا لا من بعد بديت كبرت بي في وانا نقرأ في الإنجليزية في الماجستير متاعي قرينا على سايكولينغويستكس على الصم أما في أمريكا ما قريناش على تونس بيان سور أيوة. دونك وقتها قلت أي علاش ليه ما نتعلمش لغة الإشارات التونسية خاطر كي دخلت على الانترنت ما لقيتش حتى شيء على لغة الإشارات التونسية جملة وقتها 2015 معناها ما فما حتى شيء الحق أيوة قلت يا برة نلوج نلقى شي جمعيات معناها تقري الحكاية هذه دخلت لقيت جمعية صوت الأصم التونسية اللي أنا ناشطة فيها وفضلها معايا كبير تحية كبيرة لها يعني جمعية المجهود اللي يعملوا فيه جبار برشا أيوة قريت لغة الإشارات ووقتها والله ما كانش عندي يعني كنت نحب اللغة ونحب نتعلم اللغة هذه بعد فهمت اللي هما ما قراوا الجملة إنجليزية ما عندهمش يعني حتى مدرسة ما عندهمش عندهم أسوسياسيون يقراوا فيها هما ما يقولوا مدارس ما هيش مدارس هي دي اسوسياسيون كيما نقولوا احنا فيها تكوين مهني وفيها شويه تعليم شويه معناها المواد الخفيفه اللي تنجم تقراهم يعني القليل القليل فهمت ايوه وقتها تفاجات على خاطر كانت لي صدمه نسخه الناس كلها تقرا في تونس وعندها الحق في التعليم والتعليم للجميع والتعليم مجاني وكل كلام هذاك الكل لقيت فئه هذه نلقى اللي اكثر من 60 الف تونسي ولا ما نعرفش لحد الان ما عندناش نومبر فيكس للاسف انهم هو ما يحظاوش بالتعليم اللي يحكيوا عليه هذا كله الافكار المعلومات اللي كنا نسمعوها كلها طلعت خاطئه معناها ما فماش حتى ايجاليتي في الحكايه هذه أيوة. وقتها قلت اوكي اذا كانت الدوله ما استعرفتش بيهم وما عطاتهمش الحظ باش انهم يقراوا كيفنا كيفهم علاش انا نوصل وغيري ما يوصلش قلت خلينا نعاون بالانجليزيه بيسكو انا بروف دونغلي وقتها فهمت وحتى الماجستير متاعي عملتها على اللغه الانجليزيه ولغه الاشارات الامريكيه على خاطر في تونس ما عندناش تخصصت في الحكايه هذيك لانغويستيكمون معناها بيسكو انا لانغويست تخصصت فيها لانغويستيكمون كثر ما حبيت الحكايه وحبيت القضيه وحبيت اني نعاون باللي نقدر فهمت وحاجه جديده ما فماش منها بالحق ما في باليش يعني انا وقت اللي نعمل فيها برشا ذكاء وبرشا فطنه كي انا نعمل فيها ما في باليش اللي هي جديده اصلا بالحق راني ما تفاجات معناها ما كانش البالي كي بديت نقري الانجليزيه انها معناها العامين الاولانيين للاسف ما عندي حتى كتاب يعني الكتب ما فماش بيداغوجيا ما فماش يعني ذو مصروبات يعني بطريقة كنتي ما فما حتى شيء مي مالغري سا نلقاهم حاضرين ويحبوا يتعلموا ويحبوا يوصلوا ويحبوا بالحق معناها عباد قاعدة تتعلم أنا تلامذتي قاعدين يتحسنوا معناها مانيش نعمل في حاجة تقول لي تحفر في, في, في بحر ولا حاجة في حفر ليه فما نتيجة معناها ماهيش شكاكة من لا شيء فهمت أكهو وقتها قلت أوكي فكالعامين هذوكم تستيت وعرفت شنو الحاجات اللي هما مستحقينها بالضبط أيوة. وقلت أوكي كيما احنا عنا كتب أنا باش نعمل لهم كتب عملتهم أنت مبادرة خاصة مني مبادرة خاصة مني عملت كتاب اسمه Let's Hands Speak English توا عندي أكثر من كتاب وحاضرين نقري بيهم وتستيت يعني وحمد الله بالكتاب خير بارشة أسهل ليا وأسهل ليهم هما صحيح. المعلومة عندهم مرجع يرجعوا له وخاصة الكتاب راهو بيداغوجيا ماهوش كتاب معني هاكا جبت كتاب وكا هاو سي اون بيداغوجي كاملة يعني كيفاش أنا ندرس إنجليزية بلغة إشارات يعني اوكي نجم نقري بالاشارات اكهو مي سي با سا ماهيش كل هذيك مش معناها انا تعلمت اشارات نجم نقري ليه يا اخي احنا تكوينا كاساتذه نتعلموا عندنا ماتيغ اسمها بيداغوجي يعني كيفاش تقري التلميذ كيفاش توصل المعلومة هذا الفرق ما بين انك مثلا تجيب ما نعرفش انا انك تتعلم اشارات وتقري سي با سوفيزون بالنسبه ليا عندك بيداغوجي لازمك تتعلمها معناها تنجم تقري بها والبيداغوجي هذه ما فماش في تونس هذا شنو الاشكال تويك ربما انا كنحب نستسيغها في مخي نقاص عيبه شويه معناتها انجليزيه
خاطر كي باش تعلموا اللغه نتاعنا العربيه مثال بالاشارات ومستانس حتى بالنطق على الشفايه أيه. شوف كيفاش تنطق الكلمه أيه. لكن هذه لغه اجنبيه صحيح. احنا كناس عاديين ساعات من اللون نلقاو اشكاليه في تعلم اللغه أيه. الانجليزيه يعني يظهر لي ما نعرفش صعيبه سهله كيفاش هذا شنو نقول لك هي السؤال هذي ديما يسالوني يقولوا لي يا اخي كيفاش قري انجليزيه بلغه الاشارات خاطر عندنا فكره في مخنا للانجليزيه لغه منطوقه ومسموعه أيه. اما انا ما بيسكو هما دي سور ما همش باش يسمعوا ما همش باش ينطقوا دونك انا نقريهم اللغه المكتوبه يعني يعرف يقرا كي يقرا أيوة. يفهمها وينجم يكتب What? فهمت يكتب يعني كما احنا يكتب ينجم يكتب الكلمه مش مطالب باش انه هو يتكلمها ومش مطالب انه هو يسمعها لو فات انه هو يقراها يفهمها سي سوفيزون انه كيكا ينجم حتى كيف يسافر والا يجي حتى في خدمه في تونس يعني يعني فما برشا عبيد تحب تخدم راه بطاله برشا في تونس دي سوغ غيان كو مش على خاطرهم ما ينجموش على خاطرهم دي سوغ تو سامبلومون أيوة. باغ كونتر هو يبدا بارك الله عليه في الانجليزيه والا في الاعلاميه ينجم يخدم بالكدي يعني انت كي يقرا لك ويفهم لك شنو انت تحبه يتحبه ويتكلم اوكي فما خدمات ما تستحقش انك تتكلم فيها صحيح يكون ايزولي في البيرو نتاعو ولا قاعد يخدم على روحه عليه يخلي الخدم الكلها نتكلموا فيها نجموا نبعثوا دي ميساج صحيح يعني اذا كان كونت اون فو اون بو راهو مي هذه هي الحكايه والتكوين راني انا ما تكونتش وحدي في تونس يعني انا مشيت للولايات المتحده الامريكيه وتقبلت غاديكا وعملت تكوين كامل وشفت كيفاش التجربه في امريكا كيفاش يقريوا لي سوق وتعلمت منهم وجيت لتونس وطبقت المشروع هذايا الحاجه الاخرى اللي انا عملتها مش كان كتاب عملت ابليكاسيون اسمها Let's Learning English Through Signs LETS APP تلقاها على اندرويد فور فري الاب هذايا في الدار فما برشا طلب جاني على الفيسبوك من بلدان من معناها من بلايص اخرين في تونس بيسكو انا نقري كان في الاسوسياسيون AVST ما ينجموش يتنقلوا لي دونك قلت خلي نعمل حاجه تكون مجانيه زاده وليهم هما تكون بلو اكسيسيبل عملت الابليكاسيون وبالحق فما برشا فيدباك جاني منهم والحمد لله معناها العباد قاعده تتفاعل بالكدا مع المبادره هذه به انا حبيت نحييك على المجهود الاستثنائي اللي عملته في فتره الكورونا والكونفينمون معناتها ما كانش فما تنقل ما تنجمش تمشي لسلامتك كيما استانست انت قريتهم زاده عبر الانترنت وعن بعد وما حرمتهمش من حقهم في التعليم عن بعد كيفهم كيف سنين الاخرين هذه الحاجه اللي حسيتها قد ما نقول لك حسيتها معناها ساعات ما تلقاش كلمه باش توصف اما أقصيهم بقسوة كبيرة. كبيرة أيوة يعني ما خموش فيهم جملة يعني ما ريتش حد حكاية على التعليم لسه شنو بشي يصير فيه صحيح. شنو صار وقتها اللي هم أوليداتنا واللي هم أوليداتنا وعندهم حقوقهم في البلاد بار كونتر اللي زنتندون لقاو حل أي اما اللي سوق شنو باش يصير فيهم ما سمعت حتى حاجه صارت هذا دليل انه الفئه هذه مهمشه نوعا ما وما يخمولهاش في فتره الاستثناءات شنو نجموا يعملوا معاها ايفيكتيفمون وهذه دليل اللي فما خطه فاشله للنهوض بهالفئه هذه يعني بالحق تقول لي انت التعليم الجميع سامحني وين هالجميع وين هالجميع هذي هما فئه تابعه للجميع يعني نورمالمون تقول تعليم للجميع مش صحيح هذا اللي نشوفوه اليوم من خلال الشهاده نتاعك ليه بالحق انا والله يعني كيف قلت ما يهمنيش مانيش باش نقف انا مانيش اوكي كونفينمون اما فما دي تولز يعني نقريهم بهم اللي هما اون لين كيما انا نقري اون لين لي زونتوندون محسوب بان معناها قاعد نقري ا ديستانس لي زونتوندون كيفهم كيف كيما لي سوغ عندهم نهارهم اللي نقري فيهم فيه معناها ما عندي حتى مشكل وبالعكس يجي ويقرا ويتحسنوا ما فهمتش علاش هما لا علاش هذا ربما استراتيجية ماهيش صحيحة في أن نحيطوا بأبناء تونس الكل بمختلف الفئات نتاعهم من الدين نتاعك إن شاء الله وصل والله اليوم بالحضور نتاعك أكيد نزلت على فلس معينين صدقني فما برشا حاجات وبالرسم نحيي برشا عباد نحيي كل مبادرة فردية وكل مبادرة جمعيتية صارت في وقت الكورونا على خاطر بالرسمي من الأول ما كانش فما المعلومة ما توصلش للجميع وهذه كانت تخوفني شوية يعني معناها بحكم اللي الغالب قبل ما كانش فما المعلومة للجميع فهمت أيوة. الترجمة ما تصيرش وكان غياب تام للمعلومة الحمد لله فما تحركات صارت ومبادرات فردية وجمعياتية دافعت وفما توا نوعا ما
الترجمة يعني موجودة. موجودة. فما موجودة على الأقل على شاشة القنوات الوطنية. أنا بحرم لهمش أنهم أي. يتحصلوا على المعلومات. فما أي. حتى في الديبا متاعنا ينجح مع تقاعدين نقدموا فيها المبادرة هذه. منال شكرا لك. نحييك كشابة تونسية. شرف المرأة التونسية والشابة التونسية. وأكيد أنه عندك أجر عند الله سبحانه وتعالى أنك فكرت في مبادرة للفئة هذوما اللي هما وليداتنا وإحنا نحبوه ما عندهم حتى شيء ناقص، فقط يزم يتوجدوا ناس كما منال يعاونوهم ويعلموهم ويوصلوهم اللي يحبوهم. شكرا لك منال، يعطيك الصحة يعيشك. احنا كثرنا لكم شوية من الأنغام اليوم خاطر صباحي صباح نحبوا برشا غنية وبرشا موسيقى. نمشيو نجوى كرم ومن بعد نرجعوا لاستكمال الحصة متاعنا. ديديكاس الأخت زميلتنا نجوم بن حمودة مخرجة الحصة وهي المشرفة على الإخراج اليوم في الحصة بمناسبة أنه جاها ولدها التحفون المزيان أحمد، وتحية كبيرة أيضا لبنتها دعاء، وإن شاء الله يا ربي يتربيه في عزها، وإن شاء الله الصغيرات اللي جاوا الكل يلقاوا وضع باهي ووضع مزيان، ونحضروا له من يلزم في تونس خاطر احنا ديما نحبوا أبنائنا يعيشوا في ظروف طيبة. إذا تحية الأخت نجوم زميلتنا ونقول لك ألف 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 مبروك إن شاء الله. إذا نواصلوا مع الثقافة ونحبوا برشا نركزوا على الثقافة على خاطر كما قلنا التظاهرات الثقافية فقدناها برشا، والخوف كان إنه فما تظاهرات ثقافية ما تتمش ما ترجعش كما سمعنا مهرجان الأغنية التونسية. هذاك علاش اليوم استضفنا سي هشام درويش المكلف بتسيير المركز الوطني للاتصال الثقافي. اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك ندى، ومرحبا بك في مشاهدي الوطنيه الاولى وفي صباحك تونسي. الله يخليك، استنسنا بك الحكواتي. ايوه اليوم تجينا يظهر لي بكاسكيت جديده. هو بصفتي الاداريه ان شاء الله ما نكونوش قال ذل، معناها ديما بنفس الروح. لا اكيد بنفس خفه الروح. الروح وفي خدمه الثقافه باش نحكيوا اليوم حول بعض فضاء النقد المسرحي. هذه مبادرة نحب نحكيوا عليها نفهموها كيفاش أسستوا لها وشنو الأبعاد نتاعها. فعلا هي كانت بادرة من الأستاذ معز العاشوري مدير مركز فنون درامي ورقحيبة بن عروس، هو كان زاد إطار سابق في المركز الوطني للاتصال الثقافي، اقترحها لي بعث فضاء للنقد المسرحي. الحاجة لي بعث هذا الفضاء هذا كانوا ما عندناش برشا نقاد ينقد العروض المسرحية بخلاف معناها أستاذ محدين كما نذكر على سبيل المثال الأستاذ محمد مومن، أحمد حاذق العرف، فوزية المزي، ما عندناش برشا. هذا باش يكون مختبر للنقد المسرحي. أيوة يعني ملي لانسينا البلاغ بصراحة فرحت برشا التفاعلات اللي كانت في مستوى تأثير البلاغ هذا، ويحبوا الناس يشاركوا. مرحبا بهم. احنا توا الانطلاق باش تكون في سبتمبر ان شاء الله، قاعدين نحضروا لها هذا قلنا بالتعاون مع مركز فنون درامي ورقحيبة بن عروس بالشراكه مع المعهد العالي للفن المسرحي ومعهد الصحافه وعلوم الاخبار. به معهد الصحافه وعلوم الاخبار شنو وظيفته؟ معناتها خاطر نسمع كي تقول لي معهد المسرح متفاهمين فيه، أي. لكن كي تقول لي الصحافه وعلوم الاخبار علاش كانت شراكه؟ ما يخي هو كتابه، هو كتابه صحفيه. صحيح ما نجموش ما نحكيوش على معهد الصحافه والخبرات حضور الاعلامي في الناقد المسرحي وفي المجال المسرحي. هو باش يكون بتاطير من مختصين
معناها في المجال المسرحي وفي المجال الكتابة الصحفية، يعني ثم خلط هنا بين الكتابة والمسرح، باش تكون ثم دورات تكوينية وتكون المهرجانات كما أيام قرطاج المسرحية كما غيرها من المهرجانات هي الدربة التطبيقية لما تعلموه فك الورشات هذيك. أيوة. يعني يحضر العروض المسرحية ويعملوا مقالات على اللي شافوه وفقا للي تكونوا فيه في الورشات هذيك. كي تتراكم الانتاج تولي ثمانية لإصدار نشريات في النقد المسرحي. واضح، وهذا ربما يفيد يعني القطاع المسرحي بصفة كبيرة، لأنه ساعات المسرحي ما يفهمش اللي قاعدين ينقدوا فيها لأنه مختص أو غير مختص، وديما فما الانتقادات من طرف الفنانين المسرحيين نتاعنا في هذا، يقول لكم اللي ينقد فيه ماهوش مختص في المسرح هذاك، الفنان ما عندوش تقنيات وآليات ينقد بها. الفنان يستحق كونه ينقد معناها في أعماله، معناها هو الناقد مراية الفنان. صحيح، معناها أنا كي نعمل عمل مسرحي مش حاجتيش باش يشكرني ولا يعمل مقال وصفي، لا، نحب أنا من منظور الإضاءة كيفاش كانت، ثماشي نقد من ناحية الديكور ولا الإخراج، المضمون زادة، معناها من جميع ما يكون ثم نقد على أسس صحيحة. صحيحة، هذا هو، هي محاولة من المركز بالتعاون مع مركز فنون درامية وركحيب بن عروس، بدينا بالمسرح، وكان ثم طلبات علاش المسرح هكا هو؟ خاطر النقد الفني يشمل السينما، يشمل الفنون التشكيلية، يشمل أيضا الأدب، يعني جايينها بشوية بشوية كل ما نصيب بشوية باش تمشيوا لقطاعات مختلفة. المركز الوطني للإتصال الثقافي فضاء رحب للنقد الفني بمختلف مجالاته. به آخر سؤال، خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، اللي يحبوا يشاركوا في الدورات التكوينية هذه أنتم تختاروا ولا هم يترشحوا؟ توا قاعدين نقبلوا في الترشحات عبر البريد الإلكتروني للمركز. أيوة. cncc2000@gmail.com. أيوة. مع السيرة الذاتية قاعدين نلموا في الترشحات، ثم بعد مقاييس باش ننشروها زادة كيف كيف من قبل مختصين لقبول المترشحين اللي يعني تتوفر فيه المقاييس هذه. يكونوا معاكم إن شاء الله في الدورات التكوينية. نذكروا بالموعد وقتش؟ الموعد شكون انطلاقها في سبتمبر إن شاء الله. سبتمبر إن شاء الله. مع العودة المدرسية. مع العودة المدرسية وافتتاح الموسم الثقافي الجديد. إن شاء الله. إن شاء الله يكون موسم ثقافي زاخر. إن شاء الله. المسرح متاعنا يكون موجود بكثرة باش يلقاو على الأقل الأعمال اللي يلزمها تتنقد ويلزم يتكونوا هو فيها. هو بخلاف حتى العروض باش نعملوا لقاءات مع مخرجين مسرحيين ونعرضوا حتى على الشاشة العروض متاعهم ونعملوا زادة لقاءات نقاش في مختلف العروض اللي موجودة في الساحة. واضح، سي هشام يعطيك الصحة، شكرا لك على الحضور، ديما الفضاء فضائك وين فما معلومة جديدة، انت ناشط برشا في مجال الثقافة وين فما معلومة جديدة، مرحبا بك ضيف معنا. بارك الله فيك نداء، وبارك الله فيك عايش. شكرا لك. إذا نمشيو للشيف أسمى بكري كليت لها حقها، قالوا لي رجعوا لها الكلمة ما رجعتلهاش الحقيقة، ندرك كيفاش سهيت، يسيرش نصلحوها ونمشيو للشيف أسمى ومن بعد نمشيو للضيف نتاعنا الأخير في صباحكم تونسي. ما بينتناش المهم الماكلة، لا ما بينتناش أكيد الواحد يسهى وينسى، المهم نجم تستنى الماكلة ما فما حتى مشكل، وهو هنا اليوم بالذات البلان تاعنا يشرب ويرتاح ويحب الراحة ما نحكي لكمش قديش. هذايا الملفوف كما بكري ريتوني، هذايا الملفوق الكل ما نحطوش إلا ما بعد ما يشرب، خليته يعوم كوا يعوم مش زادة بيان سور، نخليه لا أببخي للنيفو الفوق بسكسي يشرب في عقله، غطيته قد ما يتغطى قد ما يجي الوجه شباب ومزيان. هذه المرقة أنا ما نحبش عبد يبدأ يأكل ويبدأ حتى في الكسكسي، راهو نفس الطريقة هذه نطيبها الكسكسي بتاع الحوت أنا، أما أنت والنوعية ساعات تختلف دونك نحكي لكم عليه في حلقات قادمة. هذه ما نخليها هكا، نكونوا هكا يدنا كريمة شوية في حطان المرقة، فما شكون اللي يحب الحاجة تكونش شايحة. هذا ما تاعنا بيان سور فما غلطه ساعات راها انا انه يهز الحوت تزين به الكسكسي والا الملثوث، راهو كيف تزين به سي جينون بعد اللي باش ياكل ضيف والا انتم في الدار ولا حاجه ما يجيش منه يبدا بعد في الحوت ويحب ياكل، لا نخليو الحوت مشكل اللحم خاطر هذايا فما ريسك نتاع شوكه، فما ريسك نتاع الراس يتيح ويتنحى وحده خاصه كي يبدا الحوت جيد. هذوما الحوتات نتاعنا نحطوهم ديما على شيره، ما ننساوش القارص ديما نحطوه بحذاها. هوني الملثوث والا الكسكسي ولا اللي هو او كالخضره نجتهدوا كيفاش نجموا ان زينوها.
تو تشوفوه قد ما يبطى قد ما يلبى نقول انا ويعطي، ما يبداش كل كعبه وحدها وما يبداش الماء وحده والمرقه وحدها، ولكم حريه الزينه كيفاش تحبوا. رشه الكمون حتى بعد ما طفيت رشه خفيفه ماهيش برشا، وزينتوا فيش قاله بيان سور يتاكل الملثوث ما يجيش في اسحنا هكا اشب برشا، وزدت معاه بيان سور سلايطه كي نقولوا كسكسي ولا نقولوا ملثوث حاجه ثقيله بيان سور مع سلطه. هوني الكرم بننصحكم تاخذوه تو لونه ياسر مشرح، الكرم بنقصوه سيور هكا يبداو جيدين، تومات سوغيز زاد شبابه برشا، وعندنا شويه سفلاريه وفي الوقت نتاعها نعوضها بالفقوس، جرينات هذوما الفلفل وبصلات هذوما صغيرونين يعاونوا على الهضم. وباش فوحتها فوحتها بالويل اللي عملته امبارح معاكم اللي هو فيه الفلفل والثوم والكيل والزعتر، حطيت لها شويه من الزيت هذايا وطرف نعناع شايح اكلي ريتوه من الفوق. باهي راكم تقولوا تشيز كيك وين مشيت؟ تشيز كيك طابت، اما يلزمني نخليها طافي عليها الفور لين يبرد الفور وهي في وسطو، انا باش نرجعها خرجتها تو باش نوريها لكم هي طابت. يقول قال كيفاش نعرفها طابت؟ راهو الساعه ماهيش فيكس، اش معناها ساعات على غالب تكون نوعية جبنة فيها كمية أكثر متاع ماء معناها تاخذ أكثر وقت، كيفاش نعرف هي طابت؟ يد شايحة ونمسو هك كيف ما تلصقش اغزروا شوية بيان سور مش نضغطوا صوابعنا من بعد نقولوا راه وجهها اغزروا، كي نمس تكون شايحة صبعي ما يخليش تخاس، وقتها نطفيو عليها الفور ونخليوها في وسطو وكأنها باش تكمل تلم روحها هي وباش تكمل تشيح. من بعد ما يبرد الفور تماما وهي في وسطو نخرجها ونحطها في الفريجيدير، ايفو ميو سويعتين ومن بعد نعملوا الديكوب نتاعنا، وغدوه نقول لكم كيفاش نعملوا الديكوب. شهية طيبة وان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم، وغدوه ان شاء الله نوريكم الدغيساج، وفي الاخر ترجعوا تشوفوا السلطة وهي ادغيسين. نمشيو للنداء وان شاء الله نهاركم زين. ايواش وعود اسمى راهم وعود ثابته، غدوه تستناو اللي قدت لكم عليه. خلينا احنا نواصلوا مع اخر انفيتي معنا اليوم ايضا في عالم الثقافه، نمشيوا لمدام نجاح عز الدين، هي استاذه برتبه درجه استثنائيه بمعهد قرطاج بيرسه، باحثه في اطروحه الدكتوراه، ناقده ساعده، مهتمه بالنقد، عندها عديد القراءات في الروايه والاقصوصه والشعر، وعندها اصدار جاتنا فيه اليوم به اليوم في افانين الهوال في تبع الكتاب تاعها هي. دونك مرحبا بك. يعيشك ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافه. الله يخليك. ختامها مسك مع النقد، وما ادراك ما النقد اليوم، وفما عركه نقد في تونس، ما عادش نفرقوا بين النقد وبين الثلب وبين السب وبين الشتم، يظهر لي دخلت الامور بعضها هكا ولا؟ اي صحيحه. ما بون انا بعيده كل البعد عن الثلب. قاعده في المسار نتاعك انت الادبي وفي نقد كل ما هو ادبي. بالضبط، انا مساري اخترت أني نكتب في النقد الأدبي، أبحث في المخطوطات والكتب المغمورة. أيوة. القديم في الموروث النثري الأدبي القديم، وفي إطار هذا تناولت كتاب المصون في سر الهوى المكنون. هذا الكتاب يكاد يكون مغمورا، لم يحظى بالدراسة الكافية والعناية التي حظي بها عديد الكتب مثل خاصة طوق الحمامة في الألفة والألاف. ما العلاقة بين المصون في سر الهوى المكنون وكتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف؟ في الحقيقة يقول شادلي بويحيى لعله من الكتب أو المؤلفات المظنونة لأصل كتاب ابن حزم، يعني التي اعتمدها ابن حزم. أيوة. نقول أخذ، أو في الحقيقة قبل كان يقولوا السرقات، لكن خليني نقول هو نوع من التناغم، نوع من الأخذ، أخذ واستفاد من كتاب المصون، ولكن لم يذكر هذا عبر التاريخ تقريبا. قلت الكتاب هذا أخذت تناولته، حللت كتاب المصون في سر الهوى المكنون لي. أنت تو تحكي لي على موضوع، على مضمون في أفانين الهوى. بالضبط. شنو أنت الأقاسيس وإلا الأدب اللي خذيته ونقطته في الكتاب هذا؟ في الحقيقة الكتاب ليس أقاسيس، الكتاب هو كتابة نقدية. أيوة. في النقد الأدبي القديم. قراءة تحليلية لكتاب المصون في سر الهوى المكنون. واضح. في 200 صفحة. هذا ما شاء الله. بالضبط. الكل نقد. كل نقد. كل نقد وتحليل. هو قراءة تحليلية مفصلة باعتماد المنهج الوصفي التحليلي لكتاب المصون. لماذا كتاب المصون في سر المكنون؟ قلت أولا لأنه كتاب مغمور، ثانيا لطرافتي وخصوصية كتابته. أيواش. هذا ثانيا. قلت هذا الكتاب رغم أني حللته ولم أجد الكتب المتاحة، فقط حولت كثيرا على مجهود ذاتي، ما لقيتش في لا دراسات ولا تحاليل سابقة ولا نقاد يعني تناولوا بالنقد. وجدت شادلي بويحيى هو كاتب تونسي ترك عديد المقالات في مجلة الحياة الثقافية.
أيوة. وترك أيضا كتاب حول الحياة الثقافية في إفريقيا في عهد بنزيري. وجدت بعض الفصول التي أشار إليها في كتاب حول كتاب المصون، وقال إنه سيتناوله بالبحث ولكن لعل الموت يعني سبقه، الله يرحمه. قلت أيضا وجدت دراسة أخرى لسعد الشويعر تناول فيها زهر الأداب، قلت أنه الحسري له مجموعة من الكتب. أيوة. ما عرف عرف زهر الأداب وعرف أيضا كتاب النورين، قلوا نور الطرف ونور الظرف، عرف أيضا جمع الجواهر في الملح والنوادر. وأنا وعنده قلت المصون في سر الهوى المكنون، هذا قراءة تحليلية سميته. طبعا دار النشر هي دار ديل بسوريا في اللاذقية، هي التي نشرت هذا الكتاب. ما كانش النشر تونسي يعني؟ النشر ليس تونسي. أيوة. عرضته أنت على ناشرين تونسيين ولا خلينا نعرفه؟ خلينا نعرف علاش انت مشيت نشرت في سوريا، علاش الطريق اسهل الى سوريا؟ لسببين، اولا لاني هناك من اهتم بهذا الكتاب اللي هو الناشر السوري. نعم الحقيقه تحيه لي. تحيه لي، هو ناظم حمدان. ايوه. وثانيا لانه اردت ان يشع عبر المعارض العربية، لأنه في تونس هناك أزمة، هناك مشكل في أن دور النشر يعني تنشر في إطار ضيق. هو مثلا هذا الكتاب عرض في معرض مصر الدولي، عرض في معرض البحرين، في الكويت، في السعودية. وللإشارة حتى نقول ما الذي كسبته من هذا النشر، هو مثلا في معرض مصر الدولي اشترت منه المكتبة الكونغرس الأمريكي 24 نسخة. ايواش معناتها القرواج هذا الكتاب. نعم ايوه، هذا ما اخبرني به طبعا الناشر دار ديل اللاذقية في سوريا. قلت الكتاب هذا راهو فيه، هو كتابة مخصوصة، هو مشروع مخصوص تناول الحب، مسألة الحب. وما ادراك ما الحب؟ ما ادراك من الحب من زاوية مخصوصة، يعني تحدث عن الحب كما لم يتحدث احد عن الحب. أيواش. نعم قلت شوقنا لقراءة الكتاب بما أنه فيها القيمة الباهية برشا الحب. نعم قيمة إنسانية بحتة. أي. قلت تحدث فيه ابن أبو إسحاق إبراهيم الحسري القيرواني، من القيروان هو من المنصورة. أيواش. هذا الذي هو لنا. وقلت أبو ابن حزم الأندلسي عرف أكثر وهذا الكتاب بقي مغمورا. أردت أن يشع. السبب الثالث قلت لماذا اخترت الكتابة في، قلت لماذا نشرت في نشرت في سوريا. نعم في سوريا، لأنه في النهاية حتى يعرفوا هذا الأديب التونسي. حبيت تسوق الأديب بذكاء. بالضبط. ليه قدش خونا المرأة التونسية قدش ذكية، يعني تعملش حاجة لله. بالضبط. والكتاب وجد صدى في المشرق الحقيقة، حتى تونس، لأنه لم يعني يأتي من بعد إلى معرض الكتاب. كنا باش نعرضوه في المعرض تونس الأخير، ولكن بحكم هذه الجائحة التي حلت بنا، ظروف استثنائية منعت كل التظاهرات. إن شاء الله في أكتوبر المقبل سيكون معروض في معرض تونس الكتاب، المعرض الدولي تونس الكتاب. به قداش دامت لك هذه الدراسة النقدية؟ قداش قعدت فيها؟ يمكن في الكتابة كلها سنة سنة، يعني فما تركيز على تركيز الكتابة هدية. التركيز كل 6 أشهر، يعني يمكن أني خدمت مدة مثلا في الصيف 3 أشهر 8 ساعات في اليوم أو 9 ساعات في اليوم. أيواش. به فماش كتب أخرى في الطريق؟ فماش مطالعات أخرى ليك قاعدة تشوف فيها؟ واللي لاحظني أنك تحب على الاستثناء، تحب كتب ما تنالوهاش بالنقد، وحاجه ايجابيه، خاطر ربما ساعات في البحوث نتاعنا التلامذه نتاعنا الطلبه نتاعنا وقت اللي يجي يعمل بحث على حاجه استثنائيه ولا رساله ماجستير ما يلقاش كتاب استثنائي يخدم عليه، يلقى الكتب المتاحه اللي فيها عديد ومئات الدراسات النقديه لنفس الكتاب. شكرا على هذا السؤال. في الحقيقة أنا الآن بصدد البحث في شهادة الدكتوراه حول أيضا أثر مغمور قديم، وهو رسالة ابن فضلان في وصف رحلته إلى بلاد الترك والخزر والصقالبة، يعني نحو أوروبا الشمالية. سنسافر المرة هذه في القرن الرابع للهجرة. أيضا هذا الكتاب، هذه الرسالة التي كتبها ابن فضلان
إن شاء الله تكون بعد في سنة أخرى نكمل الأطروحة ونقدمها أيضا نخرجها في كتاب. شكرا لك، شكرا لك على الحضور. نتمنى لك النجاح، نتمنى لك التألق، نتمنى لك مزيد من الدراسات ومزيد من الكتابات. كنت ديما حاضرة معنا في أقلام من ذهب. يعيشك، نشكركم أنتم أيضا على الاستضافة. يعطيك الصحة. يعيشك، بارك الله فيك. إذا نمشيو لأسماء. أسماء تقدم لكم اليوم طريقة اللي خدمت بها، أكيد شفتوها، لكن باش تقدم لكم النتيجة تويكا، باش تعطي معنا الريزلتا. صباحكم تونسي. كوجينت أسماء، تفضل. عايشك نادي صايل الصحنه نتاعنا، الفطور نتاعنا حاضر، ملثوث المرقه الحوت وهذيك السلايطه درستيتها، وان شاء الله يعجبكم الكل مره اخرى وجايه طيبه للناس الكل. شكرا لك اسماء، يعطيك الصحه. اذا شكرا لكم اليوم اللي حضرتوا معنا، اللي تابعتونا. اكيد يتجدد لقائنا غدوه ان شاء الله مع نادي الكنزاري، تواصلوا ان شاء الله. شكرا لكم، الى اللقاء.